احنا عندنا ماتش مهم، ماتش صعود، يعني كان في نتيجه مش ايجابيه هناك من يومين، لكن عندنا ماتش بكره ان شاء الله نقدر نعوض فيه باذن الله. اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها دفعه واحد ان احنا نصعد، فان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا بكره ويبقى الحظ معانا ونكسب باذن الله. الماتشات اللي هي بتبقى صعود دي ما تبقاش محتاجه كلام كتير، هي بتبقى محتاجه بس يبقى في اصرار على المكسب، وده يعني مش جديد على النادي الاهلي ولا جديد على النادي، فيعني ماتشات مش محتاجه كلام، ماتشات محتاجه بس ان احنا نبقى مركزين في 90 دقيقه ونعمل اللي علينا في الماتش، وان شاء الله الواحد يثق في ربنا وفي اللعيبه ان احنا ان شاء الله بكره باذن الله هنحقق نتيجه ايجابيه ونصعد باذن الله. احنا عرفنا ان ان شاء الله بكره يبقى الاستاد بالساعه الكامله باذن الله، فاحنا نبقى مستنيين بكره دعم الجمهور، او 50,000 مستنيين دعم الجمهور بكره، يعني ده بيبقى حافز لينا وبيدينا قوه، فيعني مستنينهم بكره ويدعمونا واحنا متعودين منهم على كده، فان شاء الله بكره يعني نروحهم مبسوطين ان شاء الله. نحن نعلم انها ستكون مباراه قويه، بالتاكيد لدينا نحن ايضا نفس الفرصه، تفوقنا هناك ونعلم ان الاهلي فريق قوي ولديه العديد من اللاعبين الرائعين. لا اعتقد ذلك، في النهايه لدينا نفس الحظوظ، الفوز والتاهل لدينا نحن الاثنين، ولا نلقي اي اهتمام بوجود الجماهير، بالتاكيد هم لاعبين رائعين، لكني قادر على التفوق عليهم. نحن نعلم الاهلي جيدا ولاعبيه، ونعلم جيدا كيف نستطيع التعامل معهم. لم نتجاوز في الاحتفال ولم نظهر عدم احترام للأهلي، بل بالعكس احتفالنا كان للفوز باللقاء، ونعلم جيدا أن هناك مباراة عودة سنحقق الفوز بها ونتأهل للنهائي.